أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية لهذا اليوم. من الصحوان: طفل زار والده في السجن فاعتقلته الميليشيا. بعد إكمال البسط على أراضي البر، البدء في البسط على بحر عدن. في أخبارنا المنوعة: أرجوحة لتخفيف القيود الحدودية بين أمريكا والمكسيك. أهلا بكم. في كل مرة تقدم ميليشيا الحوثي على إغلاق باب من أبواب الحياة في صنعاء، وآخر ما قامت به هذه الأيام إغلاق المطاعم، ويعنون موقع يمن مونيتور: جبهات المطاعم، جماعة الحوثي تفرض مئات الملايين على مطاعم صنعاء. قال الموقع إن جماعة الحوثي قامت بحملة لإغلاق المطاعم الكبيرة في العاصمة اليمنية صنعاء ومطالبتها بدفع مبالغ مالية باهظة. يفيد الموقع: برر الحوثيون الإغلاق بكون المطاعم لم تدفع ضرائب أو بعدم وجود موقف للسيارات بعد سنوات من افتتاحها. وطلبت جماعة الحوثي من مطاعم مشهورة بصنعاء 280 مليون ريال يمني، فلجأ المطعم إلى الإغلاق وسرح 200 عامل من المطعم. قال مراسل الموقع إن الإغلاق جاء عقب تسريب فاتورة غداء وجبة واحدة لقيادي في الجماعة حسن زيد بكلفة 640,300 ريال. ويعتقد عمال من المطعم أن الإغلاق أتى كرد انتقامي لأن إدارة المطعم سربت الفاتورة التي تكشف فساد قيادات الجماعة. الطفل صمام الطريقي ذهب لزيارة والده المعتقل لدى ميليشيا الحوثي في محافظة إب، لكنه وقع أيضا في الاعتقال. وعنون موقع الصحوانت: سجن حوثي يبتلع طفلا زار أبيه أو أباه. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي أخفت طفلا عقب زيارته لأبيه إلى السجن المركزي بمحافظة إب وسط اليمن. وأكدت مصادر للصحوانت إخفاء الميليشيا الحوثية للطفل صمام الطريقي من أبناء مديرية رداع بمحافظة البيضاء عقب زيارته أبيه إلى السجن المركزي. أكد الحادث والد الطفل الذي قال أن نجله صمام قدم لزيارته في السجن المركزي بمدينة إب، غير أن عناصر حوثية اعتقلته عقب الزيارة. وأبلغت حراسة السجن الحوثية الوالدة بأن الطفل سيبقى لدى حراسة السجن حتى يأتي شقيقه من رداع لاستلامه. أين نحن الآن؟ تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا: أين نحن اليوم مما ثرنا من أجله؟ أين نحن من تغيير حقيقي للواقع؟ والماضي جاثم على أفكارنا واختياراتنا ومواقفنا، وها هو يعيد إنتاج ماضينا بصورة أكثر سوءاً وبؤساً. نعم، نحن في معركة حقيقية مع الماضي الذي يصر على أن نبقى مأسورين لقواه البائسة، معركة في أن نكون أو لا نكون، أن نكون رقما صعبا وأمة حرة أبية لا تقبل بغير المواطنة والكرامة والحرية. لن نكون شيئا إذا فقدنا تطلعاتنا في التغيير، فقدنا روح المبادرة والصمود في وجه التحديات. مبادرة تخرجنا من كهف الظلمة والجهل والمرض، أو نبقى على حالنا مجرد دمى في مسرح يعيد إنتاج تلك المشاهد البائسة بتراجيدية نحن فيها أجساد محنطة تحاكي مآسينا وآلامنا وقهرنا وأوجاعنا دون أن نعالجها. دمى تحركها أياد آثمة تخدم أجندات كسر إرادتنا الثورية وحقنا في الحرية والعدالة والتغيير. دمى بأجساد منهكة وعقول مسحورة وأفكار مغلوطة وعصبية عمياء ننجر بسهولة لمصيدة الارتهان والتبعية لحلفاء الأنظمة الفاسدة التي تطلعنا لتغييرها. أمامنا اليوم أسئلة كبرى ومحورية تحتاج للإجابة عليها.
صحوة ووعي ومصداقية. أين تطلعاتنا الثورية وأحلامنا الوردية وشعاراتنا القوية في الساحات التي هزت أركان الأنظمة البائدة؟ أين ذلك الوعي النهض بالأمة لمصافي العصر والنهضة؟ أسئلة إجاباتها الصادمة تكشف لنا لماذا عدنا للخلف وعادت مشاريع بانت منذ زمن، وعاد بنا الزمن لطوائف وأعراق نتصارع على الجغرافيا كقطيع نحتاج لراح وعصا يقودنا بفكر أصولي وعصبية مقيتة. لماذا عاد الحنين للماضي والعبودية؟ وعاد العنف وسيلة للحسم، عنف جرد عدالة القضية وشرع للانتهاكات والسجون السرية، شرع للقتل بدم بارد والسحل بعرف الجهل والتخلف، ونعرف حجم الخذلان والتوهان. نهب المنازل والبسط على الأراضي، هذه هي مشاكل العاصمة المؤقتة اليوم، وجميع التحركات في عدن تدور حول أرض أو مبنى، وبعد أن أكملوا معاركهم في البر ينتقلون للبسط على البحر. ووفقا لموقع عدن الغد، البدء في البسط على البحر بعدن. قال الموقع بدأ نافذون في البسط على أماكن في البحر في العاصمة المؤقتة عدن. وقال شهود عيان لعدن الغد أن نافذون قاموا بالبسط على أراض في البحر بجانب جسر البريقة، وبحسب الشهود فقد قام الباسطون بردم البحر والبناء عليه في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في عدن. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنوان في صفحته الرئيسية: وساطة قبلية ترفع قطاعا قبليا على الخط الدولي في مارب شرقي البلاد. قالت التفاصيل إن وساطة قبلية تمكنت من رفع قطاع قبلي على الخط الدولي بالقرب من حقول صافر بمحافظة مارب. وقال مصدر قبلي للموقع إن وساطة تمكنت من إقناع المسلحين القبليين برفع القطاع الذي نصبوه على الخط الدولي بالقرب من حقول صافر النفطية شمال شرقي مارب. أضاف المصدر أن من قام بالوساطة طلب من المسلحين مهلة 20 يوم لبحث حل للقضية التي يطالبون بحلها بينهم وبين قوات الجيش. أشار المصدر إلى أنه تم رفع القطاع والسماح بمرور السيارات والناقلات التي تكدست بأعداد كبيرة في المنطقة التي كان فيها القطاع، ويطالب المسلحون القبليون باسترداد سيارة ضبطها الجيش خلال الأشهر الماضية في إحدى النقاط وكانت محملة بأسلحة متنوعة. عن سفينة العرب الغارقة، تحت هذا العنوان كتب برهان غليون مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا: يعيش العالم العربي ومنه المشرق بشكل خاص إحدى أكبر الأزمات التي عرفها في تاريخه الطويل، فهو يكاد يفتقر اليوم إلى أي إطار قانوني أو سياسي أو أخلاقي يضبط سلوك عناصره ومكوناته، وتكاد الفوضى أن تكون الكلمة الوحيدة المعبرة عن نوعية العلاقات التي تجمع بين هذه العناصر والمكونات، سواء كان ذلك على مستوى الجماعات والمجتمعات أو على مستوى العلاقات بين الدول التي تتنازع فيما بينها على كل شيء. تثبيت وجودها وأمنها ومواردها وموقعها الاستراتيجي والدولي ومستقبلها القريب والبعيد معاً. وما من شك في أنه كان لهذه الفوضى التي تضرب أطنابها اليوم في مجتمعات الشرق ودوله الدور الأول في إجهاض ربيع الثورات التي راهنت عليها شعوبه من أجل الخروج من المخانق والطرق المسدودة التي قادتها إليها نخبها وطبقاتها السائدة. لم ينهي هذا الإجهاض كما أملت الطغم الحاكمة هذه الأزمة التاريخية، ولم يحل أي مشكلة أو يرد على أي تحدي من التحديات التي كانت تواجهها النظم والدول المهددة بالتفكك والانحلال، ولكنه عمقها وزاد من تفاقمها ودفع إلى تفجير الأوضاع وربما خروجها عن السيطرة. وبدل أن يساعد الانقضاض على الانتفاضات الشعبية القوى الإقليمية الآيلة جميعاً للسقوط على تحسين مواقعها وإنقاذ بعض رهاناتها أو على حسم صراعاتها التاريخية المديدة والحصول على مكاسب منتظرة، قادها على العكس إلى شفير الهاوية. وفي هذه الفوضى لم يعد هناك بلد واحد قادر على الاطمئنان لأمنه أو الثقة بمستقبل اقتصاده واستقراره الاجتماعي والسياسي،
سواء تعلق الأمر بتركيا أو بإيران أو ببلدان الخليج العربي الغنية، فما بالك بالبلدان الفقيرة المترنحة؟ وقد ساهم الانزلاق نحو المواجهات العسكرية في تسعير التنافس على الهيمنة الإقليمية، وهو يعمل على تحويل المنطقة بشكل أكبر إلى مسرح لتصفية الحسابات المعلقة بين الكتل الدولية الكبرى على الأرض المشرقية. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع ما جاء في صحيفة لوفيغاغ الفرنسية، والتي عنونت وفاة 15 مهاجرا إثيوبيا في البحر بين جيبوتي واليمن. أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن 15 مهاجرا إثيوبيا على الأقل ماتوا من الجوع والعطش بعد تعطل قاربهم بين جيبوتي واليمن. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 90 مهاجرا إثيوبيا تقطعت بهم السبل على متن قارب بين جيبوتي واليمن لمدة أسبوع واحد بدون طعام أو ماء، ما أسفر عن وفاة 15 منهم على الأقل. غادر هؤلاء المهاجرون جيبوتي وأرادوا السفر إلى اليمن وفقا لوكالة الأمم المتحدة. أضافت المنظمة الدولية للهجرة أنها تعتني بأحد الناجين ولن تكون قادرة على تحديد مكان الآخرين الذين وصلوا إلى الشواطئ اليمنية في ظروف غير واضحة. ويمر مهاجرون من القرن الأفريقي عبر جيبوتي قبل الشروع في عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى عدن، ومن هناك يحاولون الذهاب إلى دول الخليج بحثا عن عمل، حيث لا ينجو البعض أثناء عبور البحر والبعض الآخر يبقى في المخيمات. تقرير أممي كشف عن رقم قياسي للأطفال القتلى أو الجرحى في نزاعات عام 2018، وقالت صحيفة العرب الجديد أن 12 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا إصابات خطيرة في حوادث إطلاق نار ونزاعات عسكرية، وسبعة آلاف طفل زج بهم في صفوف القتال الأمامية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في تقرير إن عام 2018 شهد أعلى مستويات لأعداد الأطفال القتلى أو الجرحى في النزاعات منذ أن بدأت الأمم المتحدة في رصد هذه الانتهاكات الجسيمة والإبلاغ عنها. كما سجل التقرير وجود أكثر من 7000 طفل في خطوط القتال الأمامية أو وضعهم في أدوار داعمة لها في العالم. وتحقق التقرير من 795 حالة من حرمان الأطفال من الوصول للمساعدات الإنسانية، أغلبها في اليمن ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. توضيح لمسائل حرية الملاحة في الخليج. تحت هذا العنوان كتب المستشار القانوني السابق في مكتب المحيطات والشؤون البيئية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية فريزين نديمي في مقال أعادت صحيفة الغد نشره. لا تعترف طهران بالمرور العابر في أي جزء من مياهها الإقليمية أو في مضيق هرمز، وفرضت قيودا على المرور البريء أيضا، ويهدف ذلك جزئياً إلى تحدي الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تنص المادة 23 من قانون البحرية الإيراني للعام 1993 على أن التشريع يحل محل جميع القوانين واللوائح السابقة. وبينما يدعي بعض الخبراء أن هذه الصيغة تشير فقط إلى القوانين المحلية، إلا أن الوثيقة لا تتضمن أي إشارة إلى كيفية تفسيرها في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو أي قانون دولي آخر. وينبغي إيضاح هذه المسألة، والطريقة الوحيدة لتجنب التوترات في المستقبل تتمثل في وضع اتفاقية إقليمية تشمل القوى البحرية العالمية مثل الولايات المتحدة، مع توضيح القوانين البحرية التي تحكم مضيق هرمز ومنافذه. في الأثناء يتعين على الولايات المتحدة مواصلة ممارستها العرفية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في العام 1979، أي ممارسة حرية الملاحة في مناطق المطالبات البحرية المفرطة مثل مضيق هرمز، ويعني ذلك الممرات المائية، حيث تؤمن بأن الدول الساحلية تمارس فيها عدداً كبيراً من المطالبات. ومع ذلك ينطوي الإبقاء على الترتيبات الحالية إلى أجل غير مسمى على خطر التصعيد في المستقبل، بالنظر إلى التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة وسياسة إيران الرئيسية الرامية إلى إخراج أمريكا من الشرق الأوسط. وفي أحسن الحالات
فإن أي تغيير إيجابي في سلوك إيران سيكون قصير الأجل من دون اتفاق شامل وشفاف، وفي أسوأ الحالات قد يؤدي غياب مثل هذا الاتفاق إلى مواجهة عسكرية أوسع. حيلة جديدة لجأت إليها قوة الاحتلال الإسرائيلي، ووفقاً لصحيفة بريطانية، إسرائيل تبني 6000 منزل للمستوطنين و700 منزل للفلسطينيين. قالت صحيفة الاندبندنت إن إسرائيل وافقت على بناء 700 منزل للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما أصدرت تصاريح بناء 6000 منزل لمستوطنين إسرائيليين. تقول الصحيفة إن التصاريح الجديدة تم منحها للبناء فيما يعرف بالمنطقة سي التي تشكل 60% من الضفة الغربية، حيث تتركز معظم المستوطنات اليهودية. تضيف الاندبندنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تصاريح بناء عشرات الآلاف من المنازل للمستوطنين، ولكن تصاريح البناء للفلسطينيين قليلة للغاية. طفل صغير في الثامنة من عمره مع أمه في محطة قطارات فرانكفورت، فجأة يدفعهما رجل إريتري نحو سكة القطار. الأم تنجو لكنها تخسر فلدة كبدها وعنوان الدي دبليو. الوضع أصبح مخيفا، هكذا تفاعل اللاجئون مع جريمة فرانكفورت، وقد تفاعل كثير من اللاجئين مع الحادثة معربين عن مخاوفهم، مثل اللاجئة حنان نهاد والتي تتخوف من رد فعل الألمان بعد تكرار مثل هذه الحوادث. كتبت حنان: يجب ألا يصل الأمر إلى قتل طفل بطريقة بشعة، صبر الله أهله وأعاننا على ما قد نراه من الألمان بعد هذه الأحداث. وكان شاب ينحدر من صربيا قد دفع سيدة ألمانية أمام القطار غرب ألمانيا قبل 10 أيام، ما أدى إلى مقتلها. ووفقا للاجئ عراقي، هذه الجرائم بشعة ويؤكد على ضرورة ترحيل من يقومون بجرائم في ألمانيا، ويضيف على ألمانيا تشديد قوانين ترحيل المجرمين والإرهابيين. قرر ترامب إقامة سياج حديدي بينه وبين جيرانه، فرد عليه مهندسان بتصميم أراجيح وضعت على جانبي السياج الحدودي الفولاذي بين الولايات المتحدة والمكسيك، عنوان موقع الحرة في صفحته الرئيسية. أرجوحة لتخفيف القيود الحدودية بين أمريكا والمكسيك. الفكرة راودت رونالد رايل أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة كاليفورنيا، وفيرجينيا سان فراتيلو أستاذة التصميم في جامعة سان خوسيه، وقد صمم الاثنان مفهوما للتأرجح ثنائي القومية على الحدود بغرض استخدامه في كتاب بعنوان الجدار الحدودي كفن معماري. وحسب ما ذكرت جامعة كاليفورنيا، الكتاب يستخدم الفكاهة والإبداع لمعالجة عدم جدوى بناء الحواجز. قام رايل وطاقمه بنقل الأراجيح إلى مدينة سانلاند بارك بولاية نيو مكسيكو المفصولة من مدينة سيوداد المكسيكية بسياج فولاذي، وعلى الجانب الآخر أي على امتداد الحدود في سانلاند بارك كان المشهد مختلفا تماما، إذ اجتمع أشخاص من الجانبين للعب معا. قال رايل إن الحدث كان مليئا بالبهجة والإثارة والتكاتف عند الجدار الحدودي. أصبح الجدار نقطة ارتكاز حرفية للعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك. يقول أن المقترحات المضادة للجدار التي أنشأها الاستوديو الخاص به تعيد تصورها للجدار وتثير تساؤلات عن بنائه وتكلفته وأدائه ومعناه. دائما ما تنال صورة اهتماما كبيرا وانتشارا واسعا، ليس فقط في المواقع المحلية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، بل تصل إلى العالمية. المصور محمد حويس هذه المرة نالت صور لاجتياح الجراد العاصمة صنعاء اهتمام الصحف العالمية، ونحن سننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من موقع ناشونال وورد. نتابع.
ولرسامي الكاريكاتير وجهة نظرهم في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها. مجموعة من هذه الرسوم نستعرض لها في جولتنا التالية. هذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.